أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع برنامجكم فتاوى أخبار اليوم. وسؤال اليوم: كثيرا ما يتردد على الأذان وهو ما يتعلق بمدى مشروعية إخراج زكاة الفطر من النقد أو النقود. يعني الراجح عند جمهور أهل العلم أن زكاة الفطر لابد أن تخرج من غالب قوت أهل البلاد، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصه الصحيح أنه فرض زكاة الفطر صاعاً، هذا مما يكال اسم لبعض المكاييل التي كانت منتشرة حينئذ، صاعاً من تمر أو من أصناف عدها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحنفية وبعض المتأخرين من الفقهاء، حتى بعض التابعين ممن سبق هؤلاء الفقهاء، قالوا بجواز إخراج زكاة الفطر من النقود، واعتبروها مجزئة، يعني إذا أخرج الإنسان زكاة فطره مالا أجزأته، يعني أداها فعلا أداء صحيحا. وعلى هذا فإن الراجح في المسألة لا أن نلزم الناس برأي معين، ليس أن نقول مثلا لابد من إخراجها قوتا، وليس لنا أن نقول لابد من إخراجها مالا، إنما الذي يفصل في المسألة هو مصلحة الفقير، فما تحتاج الفقير إلى مال أخرجناها مالا، وما تحتاج الفقير إلى قوت أخرجناها قوتا. هذا والله أعلم، ونسأل الله قبول الصيام من المسلمين أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.